مسلسل الأخطاء الطبية اللي يستمر في كثير من مستشفياتنا، وقد تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة هذا الخطأ الطبي إلى معدلات عالية سنويا في المملكة، حيث بيّنت إحصائية لوزارة الصحة أن عدد الأخطاء الطبية في المملكة يقدر ب 18 وفاة أو فقد لعضو نتيجة خطأ طبي في الأسبوع الواحد. يعني فعلا إحصائية مؤلمة جدا، إذا كان في الأسبوع الواحد تقريبا 18 حالة وفاة أو فقد لعضو، هذه من الأشياء المؤلمة. لذلك اليوم عندنا مشاهدين الكرام حالة وخطأ طبي يتعلق بامرأة، هذا الخطأ الطبي حول هذه الامرأة من أم لأطفال، حولها إلى مصابة بالشلل ومتوفية دماغيا. وبنتعرف أكثر على تفاصيل هذه القضية مع ضيفنا من أبها عبر الأقمار الصناعية سعد الشهراني، زوج المرأة التي تعرضت لهذا الخطأ الطبي. أستاذ سعد مساء الخير، حقيقة يعني نواسيكم في هذه الحالة ونحن معكم يدا بيد أكيد، لذلك نود أن نتعرف معك عن ماذا حدث. أستاذ سعد يسعد مساك بكل خير أخوي، يسعد مساك بكل خير أخوي، ويسعد مساء المتابعين، وأشكركم على الاستضافة، فأستمحيك عذرا تفضل مدة 3 دقائق بس تفضل أحكي لكم يعني معاناتي والقصة اللي حدثت علي. أنا يا أخوي الكريم زوجتي حامل للمرة السادسة، كانت تعاني من مشكلة على حسب كلام الأطباء المشيمة نازلة، تنومت مستشفى عسير اللي هو المحالة، والحمد لله على كل حال سوى العملية في 3-4، عملية استئصال، عملية قيصرية، والحمد لله نجحت العملية، ولكن المشكلة حدث ما لا يحمد عقبه بعد العملية القيصرية. الله بعد عملية القيصرية كلام الدكتور يقول ان المشيمة كانت ملتصقة بالمثانة وكذا وكذا، ولكن الحمد لله يعني صار عندها قطع في الوريد اللي هو الأورى الفخذي وقطع في الأرحام، توقف قلبها 3 دقائق، حاولوا ينعشونها، انتظر الدكتور اللي هو عبد الله يازع حق الأوعية الدموية يعني ما يقارب يمكن ساعتين، يعني العملية سواها الساعة 6:30 6:30 العملية، ولكن ولا المولودة الساعة 9، وانتظرت للساعة 1:30 تقريبا، وبعد ما عجزوا عن الحالة حلوها على طول على مستشفى عسير اللي هو المركزي. وصلت العناية المركزية، توقف قلبها برضة حوالي 7 دقائق، سوى لها انعاش والحمد لله رجعت للحياة من جديد، اللهم لك الحمد. جلست عندهم 2 يوم على المسيلات وكذا، والحمد لله سوى لها عملية ثانية يوم السبت، العملية كانت يوم الخميس، سوى العملية ثانية يوم السبت بعدها بـ2 يوم، استأصل الأرحام مرة واحدة، قلنا الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. المهم بدأوا معها في العلاجات، بدأوا معها في المسيلات، بدأت حالتها تتحسن اللهم لك الحمد، ولكن حدث ما لا يحمد عقباه. بعد فترة وبعد ما شافوها متحسنة وكانت في تحسن، وكانت يدها يعني جنبها الأيمن كلها يعني مصاب بجلطة بسبب جلطة دماغية متشعبة في المخ على حسب كلام الدكتور إبراهيم شبب، بعدها طول العمر حالوها وش اللي صار لما كانت العناية الوسطى، في العناية الوسطى يعني زوجتي في حالة صرع، في حالة خطيرة وكذا، يحولون العناية الوسطى في الحالة هذه، هذا شيء ما أدري والله كيف يصير. حولها العناية الوسطى يعني ما كملت 10 أو 6 ساعات كذا لهم يتصلون علي تقريبا الساعة 10 في الليل، تعال زوجتك حالتها خطيرة. جيت حصلت زوجتي حالتها خطيرة، وحصلت متوقف قلبها فوق 20 دقيقة. إيه والله الحمد لله. الحين رجع العناية الوسطى المركزة، وما زالت حالة الحين راح عليها نص المخ، الحين جلطة وماتت فيها خلايا على حسب كلام الأطباء، وجاتها جلطة برضة في الرئة، وصلى تليف، الحين فاقدة الوعي في غيبوبة، يعني شبه متوفية دماغية، رص الدماغ راح. طيب فأنا أناشد أستاذ سعد، يعني أنا أناشد من هذا المنبر، أناشد خادم الحرمين الشريفين، وأناشد ولي عهده الأمين
بمحاسبة المتسببين ونقل زوجتي لمستشفى متمكن، لحيث أني طلبت للتخصي ولكن رفضوا، فأطالب بنقلها لمستشفى متمكن لعل وعسى ينقذها الرحمن عز وجل. فالأعمار بيد الله عز وجل، ولا رد لقضاء الله، ولكن نأخذ بالأسباب. أكيد. طيب أخوي سعد، يعني خلينا أنا خليتك المجال عشان تتكلم، وحين بناقشك في بعض الأمور إذا ممكن. ولا أقطع كلامك، في تقرير برضه صار، في تقرير يعني الدكتور ماهر اللي سوى لها العملية أعطاني تقرير، أوكي، في نفس اليوم ونفس الليلة اتصل علي، لو الدكتور ماهر الشرع اتصل علي في نفس الليلة قلت تعال أعطيك تقرير ثاني. عن إيش التقرير الثاني؟ الله قال تعال أعطيك تقرير ثاني يكون مفصل أكثر. وبالفعل جيته وأعطاني تقرير ثاني، بس التقرير الأول كان معي. الله، فطلع اختلاف بين التقارير، بين التقرير الأول والتقرير الثاني في اختلاف. إيه؟ يعني الكلام هذا يعني التقرير الأول كان متى؟ بعد العملية القيصرية؟ الله، بعد العملية القيصرية أعطوني تقرير، أنا طلبت في تقرير، وجاء الدكتور ماهر، وما هو الدكتور ماهر، الدكتور ثاني، بكلم الدكتور ماهر كذا، قال أعطى تقرير بناء على الموجود في الملف حق المريضة، أعطاني تقرير. وفجأة اتصل علي الدكتور ماهر في الليل قال لا تعال أعطيك تقرير مفصل. التقريرين الحين معي موجودة، وتقرير وتقرير عن تقرير يختلف، تقرير عن تقرير يختلف، ممكن يبغى يحمي نفسه من المسؤولية، وهو المتسبب في المسؤولية. هو المتسبب يعني دكتور يعني ماهر، يعني وش اللي كان موجود في التقرير؟ انه مثلا كان في تهرب، هم يعني يحاولون انهم هم يحاولون يتفادون الخطأ، يحاولون يتفادون الخطأ، يحاولون يدخلوني في متاهات، ولكن اذا رحت في متاهات فين هم من الله عز وجل؟ أنا ناشد خادم الحرمين الشريفين، وناشد ولي عهده، وناشد كل مسؤول بمحاسبة هذول المتسببين، ونقل زوجتي لمستشفى متمكن لعل وعسى الله الأعمار بيد الله عز وجل، لكن لعل وعسى تدوم لهذا العيال اللي موجودين. أكيد. أستاذ سعد، الحين هي في أي مستشفى؟ أنت أول كانت في محال عسير، مستشفى أول سويت في محال عسير. إيه؟ والمستشفى الثاني؟ المستشفى الثاني نقلها المستشفى عسير المركزي، وهي الحين ما زالت في العناية المركزة غرفة 22، وحالتها والله العظيم. طيب هل كان لك مخاطبات مثلا الشؤون الصحية في نفس عسير؟ والله أنا اشتكيت على برنامج هذا المكالمة هذا 937، فوالله العظيم حتى هم ما في استجابة. ما في استجابة، يعني بس يتصل علي يسألني من الدكتور اللي سوى كذا كذا، من الدكتور اللي سوى كذا كذا، من الدكتور. يا أخي أنت عندك ملف، يا أخي عندك ملف مريضة، المفروض كل حاجة عندك عندك. ولا في أي متابعة معك على الحالة أو اتصال اتصلوا عليك؟ يعني المفروض أن تباشر المريضة قبل الدكتور. طيب يعني يشوفون حالة المريضة بالأول بعدين يرجع الدكتور. الحين هذا اللي نقلها الحين من العناية المركزة إلى العناية الوسطى، هم عارفين ان عندها تشنجات بسبب الجلطه، وعندها تشنجات من قبل، وتاخذ حبوب تيغريتول، تاخذ حبوب الصرع يعني من قبل تاخذه، عندهم خبر يعني جنبها الايمن كله ما يتحرك بسبب الجلطه هذه المتشعبه، يعني متفادين يده اليسرى ربطنا في الكرسي. طيب تنقلونها للعنايه الوسطى وهي في الحاله هذه؟ طيب انقلوها ما في مشكله، بس تكون عندها ممرضه. اما مساله انك تجيب مرافقه في العنايه الوسطى، اجيب مرافق، كيف اجيب مرافق العنايه الوسطى؟ طيب استاذ سعد، المرافق ايش بيسوي يعني؟ نقدر لك هالموقف الصعب حقيقه فعلا، واللي يعني صعب حتى علينا، لكن خلينا ناخذ صوت رسمي استاذ سعد اذا سمحت لي، الاستاذ احمد المهيزعي او الهيزعي عفوا، المشرف العام على مستشفى عسير المركزي. حياك الله استاذ احمد، مساء الخير. الله يحييك، يا مرحبا، معك الدكتور احمد الهيزعي، المشرف العام على مستشفى عسير المركزي. اهلا وسهلا فيك دكتور احمد، يعني اول شيء نشكرك على تجاوبك، يعطيك العافيه. الشيء الثاني ودنا نعرف متابعتكم لحالة زوجة الأستاذ سعد الشهراني، وش آخر التطورات، وش اللي صار معكم؟ طبعا بداية أهلا بك أخي الكريم وبضيفك وبالسادة المشاهدين، وأشكر لكم الاستضافة للتوضيح، وأشيد ببرنامجك المميز وهو صوت حقيقي لكل ما يتعلق بهموم الوطن والمواطن. اسمح لي بداية أن أعرب لذوي المريضة منيرة ناصر باسمي شخصيا وباسم كل مسؤولي صحة عسير ومنسوبي صحة عسير بوقوفنا معهم ومساندتهم ودعمهم، ونعرف جيدا بأن الألم في نفوسهم وهم يتابعون حالة أختنا المريضة قد يكون أكبر من أن يبوحوا به، وأعظم من أن يتكلموا به في برنامج.
نسأل الله العظيم أن يكتب لمريضتهم الشفاء العاجل، وأن يروها تعود لهم ولأبنائها بأتم الصحة والعافية في القريب العاجل، وأن يكتب لهم الصبر والإيمان بما يقدره الله ويكتبه لهم عز وجل. طيب دكتور، الحين بدنا نعرف الإجراءات اللي بتسوونها، كيف متابعتكم للحالة حتى ضيق الوقت. أنا سأستعرض معك حالة المريضة حسب تقارير الأطباء المعالجين إن سمحت لي. أي تفضل. المريضة أدخلت لمستشفى الولادة والأطفال وهو مستشفى المحالة في تاريخ 26/2439. كانت المريضة حامل في الأسبوع 31، كانت حامل المرة السابعة، لديها 5 عمليات قيصرية سابقة. المريضة لديها تاريخ مرضي مزمن بقصور الغدة الدرقية، ولديها عملية جراحية سابقة لإزالة الغدة الدرقية. طيب. المريضة مصابة بداء الصرع وعلى علاجات. أيه. طبعا أجريت المريضة فحوصات طبية وأشعة تشخيصية، وتبين أن لديها مشيمة متقدمة سفلية، وهذه المشيمة من نوع الخطير، مشيمة ملتصقة بجدار الرحم وملتصقة بأعضاء الحوض. طيب. والمشيمة تغطي عنق الرحم بشكل كامل، وبناء عليه تقرر تنويمها في المستشفى وملاحظتها بصفة دورية حتى تتم عملية ولادتها. أيه. طبعا هذا هو النظام الطبي وهو العرف المعمول به في مثل هذه الحالات. أيه. بعد ذلك تم تحديد موعد العملية القيصرية للمريضة في بداية الشهر التاسع من الحمل. بعد العملية، لأنه هو يقول أن تدهورت الحالة بعد العملية القيصرية، وش اللي صار؟ طبعا أثناء العملية وأثناء إزالة المشيمة حدث نزيف شديد للمريضة. هذا النزيف هو نتيجة لوجود المشيمة المتقدمة الملتصقة بجدار الرحم والملتصقة بأعضاء الحوض. النزيف الشديد استوجب إزالة الرحم واستدعاء طاقم طبي مكون من جراحين استشاريين من الأوعية الدموية وأيضا استشاري للمسالك البولية. طبعا تم التحكم في النزيف عن طريق وضع ضاغطات قوية مكان النزف، ولكن كان هناك مضاعفات أخرى حدثت أثناء التحكم بالنزيف، وهو التوقف المفاجئ للقلب وتم إنعاشها. وش سبب هالمضاعفات طيب دكتور، عشان يعني المشاهد يعرف وأيضا الأستاذ سعد؟ سبب المضاعفات هو طبيعة المشيمة الملتصقة والمتقدمة، وهي مشيمة معروفة هذه المضاعفات أنها قد تحدث بنسبة قد تصل إلى 3% من حالات مضاعفات حالات الولادة. بعدين إيش اللي صار معهم؟ طبعا تم التحكم في النزيف، تم وضع ضاغطات قوية في مكان النزف، تم إقفال الجرح، تمت الولادة. طبعا تم نقل المريضة إلى مستشفى عسير المركزي. في مستشفى عسير المركزي تم استقبال الحالة. المريضة كانت تحت تخدير كامل، كانت على جهاز تنفس صناعي. التقييم للحالة أظهر وجود جلطة دماغية بالجهة اليسرى، قد تكون نتيجة لتوقف القلب أثناء العملية الجراحية. طبعا أحد الإجراءات حولتوها على العناية الوسطى. نعم. لا، تنومت المريضة في العناية المركزة. طيب. في العناية المركزة تم تقييم وضعها وتمت متابعتها حتى أنه تم إزالة الضغطات لاحقا، والتحكم في مكان النزيف واستكشاف المثانة والحالب. وكان النزيف متحكم فيه بشكل جيد. وتم متابعتها في العناية المركزة. طيب. أحد الإجراءات الجراحية بالعناية المركزة هو عمل فتحة جراحية بالقصبة الهوائية، وهذا هو إجراء طبي معروف للمرضى على التنفس الصناعي. المريضة حدث لها التهاب بكتيري بالصدر بعد ذلك. طيب. اختبارات الوعي لرفع جهاز التنفس الصناعي أظهرت عدم وجود استجابة بحركة الأطراف العلوية والسفلية. طيب. المريضة تم نقلها، أنا سمعت المشارك من زوج المريضة أنه تم نقلها إلى العناية المتوسطة. العناية المتوسطة هو قسم داخل المستشفى، هو جزء من أقسام العناية المركزة. الإجراءات اللازمة للعناية بالمريض والحالات التي تستدعي العناية هي نفس دكتور أحمد. لو سمحت لي دكتور أحمد، الحق مني في المشاركة هو أستاذ سعد زوج المرأة. نعم. فخليه يتداخل معك، تفضل يا أستاذ سعد. تفضل. الله يعطيك العافية. أولا أنا أشكرك دكتور أحمد، والله يعطيك بالعافية، ومقدر مجهودكم، مقدر تعبكم، والله يكتب لكم الأجر. أول شيء يا دكتور أحمد، فهذه أول شيء العملية السادسة، ما هي بالسابعة، هذه الأولى. هذه العملية السادسة. والثانية يا دكتور أحمد،
يا دكتور احمد الثانيه، فهم استاصلوا للرحم في مستشفى المحاله، استاصلوا في عسير. النقطه الثالثه دكتور احمد، توقف قلبه 3 دقائق في مستشفى المحاله، توقف قلبه 7 دقائق في العنايه المركزه في عسير. طيب. وتوقف قلبه فوق 20 دقيقة في العنايه الوسطى. في العنايه الوسطى في مستشفى عسير. الله، في مستشفى عسير. نعم. يعني 3 مرات يتوقف قلبها. نعم. يعني يا دكتور احمد، معقوله يعني في مريضه عندها تشنجات في حالتها هذه يعني يحولون العنايه الوسطى، يعني ممرضه بين 6 مرضى. اي. يعني لو غابت المرضى حتى لو دقيقتين لازم تحصل مشكلة. 6 مرضى كلهم. طيب. يعني كم جلست في العناية الوسطى؟ كم جلست؟ ما تعدت 6 ساعات في العناية الوسطى. طبعا. 6 ساعات على طول اتصلت علي دكتور أحمد. يطلب أيضا نقل زوجته لمستشفى آخر. هل بإمكانكم تساعدونا في هالمسألة دكتور أحمد؟ فأنا أطالب الله ثم أنتم كمسؤولين، وأطالب خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين، يا اخي انقلوها المستشفى يا اخي متمكن، انقذوها يا اخي لاجل عيالها. انا عادي رجل. تساعدون الاستاذ سعد الشهراني بنقل زوجته مستشفى اخر كما يطلب؟ والله اخي الكريم احنا نبذل اقصى جهد لتقديم العنايه الطبيه الفائقه للمريضه، ونتمنى لها الشفاء العاجل. الله يكتب العافيه لكل المريض. لا اعتقد في الوقت الحالي انها ستستفيد من اي اجراء طبي خارج المستشفى، قد يضيف يعني من الافضل لها انها تبقى في مستشفى. يا اخي انت قدم اللي عليك واترك الباقي على الله عز وجل. بعد ان تتحسن حالتها احنا نوصي بنقلها لمركز متقدم تاهيلي لتاهيل حالتها. طيب اخيرا دكتور احمد، انا سأعمل ما في وسعي لنقلها لمركز متقدم ومساعدتهم، ونسأل الله لها الشفاء العاجل. دكتور أحمد، يعني أخيرا بقول لك أنه هل الآن تقرون أنه مثلا ما في خطأ طبي في كامل العملية هذه اللي صارت؟ أنا أؤكد لك أخي ولذوي المريضة بأن صحة أسير ومستشفانا جزء من برنامج شامل يعنى بسلامة المرضى والجراحات الآمنة، لها معايير كاملة. الجراحات الآمنة تطبق كافة المعايير لإنقاذ الأرواح، وهي جزء من برنامج وطني شامل اسمه سلامة المرضى. أي. تتم مراقبته وتطبيقه بكفاءة عالية في كل المستشفيات. اللجنة الطبية التي شكلناها من داخل المستشفى وراجعت الحالة لم تظهر أي خطأ في الإجراءات الطبية داخل مستشفانا، ولكن أنا ألخص المضاعفات التي حصلت. المريضة بأنها نزيف حاد شديد حدث أثناء العملية القيصرية، توقف قلبي أثناء الإجراء الجراحي، التهاب بالصدر أثناء التنويم، الجلطة الرئوية القلبية الحادة التي حدثت في العناية المتوسطة. جميع هذه المضاعفات هي خطيرة. أنا ما عندي وقت دكتور أحمد، يعني أعتذر منك، لكن عموما إحنا حنتابع هذا الملف معك، وشكرا لتجاوبك. أنا أشكر لك تجاوبك دكتور أحمد. عموما بس إضافة أخيرة، أن الخطأ الطبي من عدم يحدد لجان طبية شرعية. اللجان الطبية الشرعية فيها قاضي وفيها أطباء متخصصين. أي. وهم الذين يوضحون لذوي المريضة ويعطونهم الحق كاملا في طيب. حال تبين وجود خطأ طبي. جميل، شكرا لك دكتور أحمد الهيزعي المشرف العام على مستشفى عسير المركزي. أستاذ سعد الشهراني زوج المرأة اللي تعرضت لهذا الخطأ الطبي كما تدعي، احنا معك ان شاء الله في هالبرنامج. الله بنوصل صوتك بإذن الله، وبنتابع معك القضية ان شاء الله. الله يعطيك. شكرا لك، يعطيك العافية.